مساء الخير مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي عبر فيسبوك، اهلا بكم. يعني بننام على اخبار مفجعه وبنوع على اخبار مفجعه، وهو بمرحله اصبح فيها هيدا البلد فعليا يعني صفحاتنا، عوات ان كانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وان كانت يومياتنا اصبحت بالفعل بهيدي الطريقه. دون مقدمات ودون اي يعني كلام لن يقدم ولا يؤخر، في واقع الحال منذ حوالي الساعه تقريبا، يعني بحدود الساعه 10 و10 دقائق، يعني فينا نقول من ساعه و10 دقائق على وجه التحديد، حصل منذ بعض الوقت ومنذ هذا الوقت تحديدا عملية انتحار. لا نعرف إن كان حتى هذه الساعة خلفية هذا الانتحار لأحد الشباب، ابن 22 سنة يعني وشهر وعدد قليل من الأيام، من مواليد 1999، المواطن ألف ضاد، ابن مدينة طرابلس وبالتحديد من منطقة أبي سمراء، ألقى بنفسه من الطبقة الثامنة من منزله، كان بمرافقته أو بداخل المنزل اثنين من أقربائه، للأسف غير متواجدين حتى هذه اللحظة بالمستشفى بسبب نقل أحدهم إلى مستشفى المظلوم في مدينة طرابلس لتلقي العلاج بعد الإغماء عليه، والآخر يعني صار عنده نوبة كريزة. ولكن حتى هذه اللحظة الجثة عملت على نقلها إحدى سيارات جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية إلى مستشفى طرابلس الحكومي في منطقة القبة، وحتى هذه الساعة الجثة موجودة في طوارئ هذه المستشفى، لم يلقي أي نظرة عليها طبيب الطوارئ بسبب عدم وجود حتى هذه الساعة أي جهاز أمني، سواء الأدلة الجنائية يلي مختصة أنها تتواجد بهذه اللحظات أو قوى أمن الداخلي. هذا الأمر يلي ما خلى طبيب الطوارئ أنه يكشف على الجثة حتى هذه اللحظة، ولكن بطبيعة الحال هذا الأمر المستغرب أيضا. هناك يعني بكل صراحة تقصير، وهنا نناشد عبر صوت بيروت انترناشونال القوى الأمنية أنها تسارع من أجل القيام بواجباتها، لأنه ما في أحد من أقارب الشاب وما في أحد من أصدقاء الشاب في المستشفى، وحتى الساعة الطبيب لم يكشف على هذه الجثة. لا نعرف حتى هذه اللحظة، لن أريد أن أؤكد إن كان هذا الانتحار سببه الأزمة المعيشية والأسباب الاقتصادية أو إن كان هناك مشاكل عائلية، ولكن بالفعل انتشرت ظاهرة الانتحار بالفترة الأخيرة كثيرا في لبنان. منذ أيام قليلة انتحر أحد الشباب في مدينة بيروت وهو أحد أبناء منطقة الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى منذ قبل بأيام أيضا هناك حالة انتحار أخرى. يعني عم نسمع يوميا عشرات حالات أو أسبوعيا عشرات حالات الانتحار بلبنان، سبب الأزمة الاقتصادية، سبب اليأس يلي عم بيحيط بالشباب اللبناني، وسبب المشاكل العائلية. بالفعل الناس ما عادت تحمل أعصابها، بالفعل الناس وصلت إلى مرحلة اليأس الكلي، بالفعل الناس ما عادت قادرة تتحمل كلمة من بعضها، وهذا الأمر يلي إن دل على شيء يدل على تراكم الأزمات، يدل أيضا على وصول نفسية الناس إلى أدنى مستوى. هذا الأمر لا يدل ولا يشجع على الانتحار، ولازم يكون في وعي أكبر من هيك، ولكن هذا الكلام لا ينتهي عند هذا الحد، إنما يجب على الدولة أيضا أن تعمل على تأمين فرص عمل للشباب، أن تعمل أيضا على محاولة إيجاد حلول في هذه الأزمة بدل من المناكفات السياسية، وبدلا من محاولة يعني اللعب على الكلام واللعب على الحلول الوهمية المؤقتة في ظل كل ما يعانيه الشباب اللبناني في هذه الفترة بالذات. ما بعرف أيضا إن كان هناك بطبيعة الحال أسباب خلفية، ما بدي أكد ولا أنفي، ولكن بدي أنفي أيضا يعني ما بدي أنفي خلفية هذا الأمر، بس بدي في الأخبار يلي عم تتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر مجموعات واتساب يلي بتقول أنه هذا الشاب، يعني طبعا نشر اسمه أسماء كثيرة عن هوية الشاب، وأكد هوية الشاب ألف ضاد، لن أذكر الاسم كاملا ولكن أنفي الأسماء الأخرى، وأيضا أنفي أنه نقل إلى مستشفى دار الشفاء، إنما نقل إلى مستشفى الحكومة في منطقة القبة حيث نتواجد في هذه الأثناء. طبعا سنتابع هذا الملف إلى خاتمته وننتظر وصول القوى الأمنية لتكشف على أو الجنايات أو الأدلة الجنائية لتكشف برفقة طبيب الطوارئ على هذه الجثة. شكرا للزميل مهدي فتاح على نقل هذه الصورة، الشكر موصول لكم لحسن المتابعة، ابقوا معنا دائما عبر صوت بيروت انترناشونال لكل شيء جديد، وإلى اللقاء.